السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضلي. أيوة ممكن أكلم الشيخ؟ مع حضرتك أنت على الهواء. السلام عليكم. أيوة السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت يا شيخ، أنا عندي والدتي ست كبيرة في السن ومريضة. سمعنا حضرتك؟ أسمعك بس يا ريت يعني وطي صوت التلفزيون وكلميني من التليفون. أنا بكلم حضرتك من التليفون. بس وطي صوت التلفزيون. أيوة وطيت حضرتك. اتفضلي. عندي والدتي ست مريضة. ست مريضة وتعبانة ما بتقدرش تقوم ولا كده، فاخواتي هم اللي بيقولوها، فلقينا في الكيس العلاج بتاعها زي حجاب. الحجاب ده لقيناه فيه مكتوب يعني يزيدها من المرض وما يخشش على صدر خالص، وتفضل تتوجع كده ليل ونهار. دلوقتي بتقلع هدومها وهي قاعده في الفرشه، ما كانتش بتقدر تقلع هدومها، بتقلعها وترميها في الارض. فالحجاب ده ثاني مره لقوه في، ثاني حجاب ده لقوه في العلاج بتاعها في قلب الكيس. ففتحناه لقينا مكتوب بقى يعني ايه قله الصبر ليها وقله الرحمه، واحنا بناتها يجينا مرض في جسمنا، اربع بنات وفي ثلاث رجاله يكرهوا بعض وما يحبوش بعض. غير واحد بس هي اللي تحبه وهي اللي تشوفه وهو اللي يبقى معاها. بس هو دلوقتي سايبها، واخواتي التانيين هم اللي بيقولوها الصبيان. اي سؤال تاني حاجه فوزيه؟ هو ده بس اللي بس حضرتك. حاضر اجيبك ان شاء الله. هنعمله ايه بقى؟ اجيبك ان شاء الله. من اكبر الكبائر السحر، والذي يقوم بالسحر ارتكب كبيره من الكبائر. واقول لك يا من تخاف من السحر، هناك هديه من الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، سوره البقره اذا قرات بالنهار لا يستطيعها البطرة ولا السحرة، ولا يستطيع أكبر ساحر في العالم أن يصيبك بأذى أو بضر بإذن الله. وكذلك إذا قرأت بليل حفظتك بليل. وهناك أدعية علمنا إياها الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، ثلاثا لا يضرك شيء إن شاء الله، أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك ومن شر كل نفس أو عين حاسد، الله يشفيك بسم الله أرقيك. ودائما وأبدا اعلمي أيتها المريضة وأيها المريض أن أكثر الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل، ويبتلى المرء على قدر دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد له في البلاء، وإن كان في دينه رقة يبتلى على قدر دينه. عمران بن الحصين ابتلي بالبواسير 30 عاما، أجلسته على الفراش، كان سمين وكبير الجثة، كان وضعوا خرقوا له في سريره موضعا لحمامه، فإذا به يدخل عليه أصحاب النبي ويقولون له وهم يبكون: تذكرنا عندما كنت تغزو مع رسول الله وتجاهد مع رسول الله وتقاتل الأعداء. فقال: والله إن ابتلاء الله أحب إلي من قوتي وبدني. انصرف الصحب الكرام ودخل عليه أخوه فبكى، قال: ما يبكيك يا أخي؟ قال: يا ابن أم، أنت كنت أبا لي وكنت تفعل كذا وكذا، وها أراك لا تتحرك منذ 30 عاما. قال: ألا أخبرك؟ ألا أبشرك؟ قال: ما هو الأمر الذي تبشرني به؟ قال: والله إن الملائكة لتدخل علي وتسلم علي في الصباح وفي المساء رضاء بصبري على قضاء الله، وبشر الصابرين.